فقرة سبور كيف هي اللي فقرة كل مرة نختاروا رياضة معينة مش معروفة نحاولوا نعطيوها حظها ونعرفوا بها. سبور كيف اليوم عشان تحكي اليوم باش نحكيوا على المونوبال السباحة بالزعانف. فما مونوبال وفما البيبال معناتها كيما الراول اللي يلبسوهم جماعة الغوص تلقى دو بال. اما هذه الرياضة اللي باش نحكيوا عليها اليوم هي مونوبال معناتها زعنوفة برك. زعنوفة برك. السباحة بالزعانف تتبع رياضة الغوص تحت الماء تطلب قوة عضلية كبيرة أو كونديشن فيزيك قوية برشا. رياضة موجودة في تونس مازال ما عندها شعبية كبيرة بالرغم أنها سجلت العديد من المشاركات على صعيد الدولي وحققت برشا نجاحات وإنجازات وعنا فيها أبطال معروفين على صعيد الدولي. سجلت أكثر من 100 ألف مشترك في جميع أنحاء العالم. أول فيدراسيون للمونوبال متأسست في فرنسا عام 62 وتم الاعتراف بالرياضة دي من قبل اللجنة الأولمبية الدولية عام 86. فيدراسيون مونوبال موجودة في تونس عندها كما قلنا برشا أبطال من بينهم مالك زقرني لاعب المنتخب الوطني للمونوبال اللي باش يحكينا أكثر على الاختصاص هذايا. أنا مالك زقراني سابق لاعب وطني للرياضة السباحة بالزعانف. المونوبالم هي رياضة الغوص. هي المونوبالم دونك هي كناتاسيون أما جوست افيك لي بال. فما جوج أنواع فما واحدة كل واحدة تحطها في سيق اللي كاسمها البيبال وفما واحدة تحطها في جوج ساقين اسمها المونوبال. فيها دي كومبيتيسيون انترنا كناتاسيون معناها في البيسي فما دي ديستونس 50 100 200 فما 800 فما 1500 فما حتى 1050 تابين يعني 50 متر تحت الماء. موجودة موجودة الفيدراسيون تاعها ورئيسها سعد الكريم بوجامعة فما نذكر محرز السعداني هذا عنده لي ريكور بريسك نتاع تونس نتاع المونوبال الكل. نذكر هو توا ولا يريني في ليكيب ناسيونال هذا اسمه وسيم السنوسي فما هايكم السعيدي فما خلود السعداني فما مريم بالحاج رمضان فما نجلة منصور فما انا كنا عندنا كل واحد عنده سبيسياليتي نتاعو. هي بقدرة ربي باش تدخل عام 2024 les Jeux Olympiques comme les championnats du monde comme les étapes coupe du monde comme la finale coupe du monde comme les Jeux méditerranéens comme les Jeux arabes les championnats arabes voilà championnat Afrique comme man hey hey la chose mais je m'en fous à la hauteur presque natation hein man à la culture comme le monopane par exemple on a le mchi au fiton sur le col on a accès pour la zina des médailles la zina c'est une médaille Jeux méditerranéens puisque 2015 ou quand on a le mchi au mané à Tunis on a le monopane ما يبعثوش معناها ليجي باغ اكزومبل شامبيون دي موند الهاج كان باش يبعثو يا يتكلاس معناها طياره باغمي لي 24 بريمي في العالم سينو معناها يمشي يهز ميداي. ما نبعثوش معناها هكاكا واحد جوست للمشاركه جوست معناها لازم يمثل تونس بالباهي. فما في بنزار يوث هذاك اللي فما في المستير زاده نزلت من الشيوخ نعرف فما في القروة فما معناها مش في البلايص الكل اما في تلقى اما الاكثريه فما في الويس العاصمه تلقى بيسين القرجيني تلقى رادس تلقى المنزل معناها. Oh,